التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا في كل مكان. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. ها نحن ما زلنا متواصلين وإياكم مع هذه الانطلاقات شوطا ويتلوه الآخر من ضمن انطلاقات هذا المهرجان، بل هذا الكرنفال الرياضي الثقافي الشامل، مهرجان أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. إذن انطلق شوطنا 17 المخصص لسن الإجذاع الإبكار. أبدأ بداية إلى هذه الأسماء الباحثة عن السيارة النقدية وعن الناموس في هذا المهرجان القالي. البداية تنطلق مع مقدمة الشوط أتابع هنالك مع بداية الشوط من تتقدم الأسماء تتحرك هنالك أفعال. محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم أفعال، بينما أتابع كذلك الحاضرة من تقدمت في هذه الأثناء. وهنالك البداية مع الساعية عبيد بلحلوس بن ثيبان العامري يقدم لنا الساعية، ساعية بكل ما أوتيت من قوة للبحث عن السيارة النقدية وعن الناموس. المركز الثالث أتابع الوصول كذلك في هذه الأثناء من قبل ممدوحة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين يقدم لنا ممدوحة. المركز الرابع إلى المركز الثالث وصلت سجة محمد بن هاشل بن راشد الخاطري يقدم سجة من تتحرك إلى المركز الثالث. أما المركز الخامس فأتابع هنالك دانة لسهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري يقدم لنا دانة، وكذلك تحركت الآتية وانطلقت هنالك مزاج عبد الله بن سالم بن حمد العامري يقدم لنا مزاج، فتحركت مزاج إلى وسط المعركة. هكذا هو نداءنا الأول لهذه الأسماء الباحثة، لهذه الأسماء الكبيرة المتواجدة. وبالحلوس يقدم لنا شعار يتحرك مع تحركات الساعية عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري أحد الشعارات الرنانة والأسماء العملاقة التي صالت وجالت وأبدعت وأمتعت جماهيرها ومحبيها، فيقدم لنا الساعية. إلا مركز ثاني يتابع كذلك الحضور من قبل أفعال محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري باحثا عن النقطة الثانية في هذه الأمسية. إلا مركز الثالث تحرك الدانة وسهيل بن رملي بن مطر العامري يقدم لنا شعاره. إلا مركز الرابع وتابع من تتحرك مع رابع التحديات هنالك سجة محمد بن هاشل بن راشد الخاطري يقدم لنا سجة. مع المركز الرابع وخامس التحديات وصلت مزاج عبد الله بن سالم بن حمد العامري يقدم لنا مزاج مع آخر نداء إعلامي. هكذا هي خماسية الإذاعة والتحدي، وانتصفنا المسافة بقيادة الساعية وبتحركات الساعية وبانطلاقة بالحلوس العامري يقدم لنا الساعية. إلى مركز ثاني ثاني التحديات وثاني القادمين من تتحرك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. معركة ما بين الأسماء الكبيرة تنطلق هنالك أفعال محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم لنا أفعال، تتحرك أفعال وصيفة للساعية. بينما ثالث التحديات أتابع دانة سهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري يقدم لنا شعاره، يتحرك بهذا الشعار الكبير ينطلق إلى المركز الثالث. المركز الرابع تتحرك سجة وتنطلق نحو المركز الرابع محمد بن هاشل بن راشد هنالك الخاطرية
يتقدم مع المركز الرابع، يتربع على رابع الصدارة بتحركات سجه. المركز الخامس الانطلاق والحضور من قبل مزاج عبد الله بن سالم بن حمد العامري، يقدم لنا مزاج تنطلق هنالك مع خامس المراكز. ومن تقود الأسماء القادمة؟ من تقود الأسماء التي بدأت بالحضور وصلت الشايبة؟ سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. فتحركوا أبناء السلطنة، انطلقوا أبناء السلطنة. وكذلك أتابع الهجوم الكبير من قبل شواهين سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري، يقدم لنا شواهين. انطلق بن عمان في هذه الأثناء وبالأحلوس ما زال قائدا لهذه المسيرة، متحكم بقبضة الصدارة. يقدم لنا الساعية السيارة. لمن من هؤلاء العمالقة؟ لمن من هؤلاء الفطاحلة؟ بن دحروي العامري وصل في هذه الأثناء ليقدم لنا أفعال. المركز الثالث دانت الرملي، دانت بالرملي وسجت العامري وصلت في هذه الأثناء. يا سلام، بدأت المعركة تشتد وتحلو ما بين الكبار يا أخوان. المركز الثالث مزاج عبد الله بن سالم بن حمد العامري، يقدم لنا سجة. سجة وصلت في هذه الأمتار يا أخوان. يا سلام، يا هذا القدوم إلى المركز الثاني وصيفة لأفعال. تحركت سجة في هذه الأمتار الصعبة، انطلقت لتقود هذه الكوكبة من الأجزاء الأصيلة. فتحقق والله الإبداع، وأتى والله بالإبداع والإمتاع. إثارة وأي تشويق مع سجة، من بدأت بالقيادة، من بدأت بالسيطرة، تحمل لواء المركز الأول وتتبول الصدارة. بينما أفعال وصيفة لسجة، بن دحرو يطمع بالنقطة الثانية، وكذلك سجة، وكذلك سجة وصلت في هذه الأثناء بشعار العامري يا أخوان. العوامر في الثلاثية في المثلث الذهبي، بينما بن عمان المهيري يتحرك ليقدم لنا شعار أمتار السيارة، أمتار الانتصار. هذه الأمتار الصعبة، الأمتار الكبيرة، كيلو التحدي، كيلو العنفوان، كيلو الصبر والجلد، كيلو المتعة والإثارة والتشويق. شوقينا يا سجة وامتعينا يا أفعال. سجة قادت هذا المسار في هذه الأثناء لتتحرك وتقود هذه المسيرة. بينما أتابع الشايبة المدهوشي أبناء السلطنة، أبناء الإمارات في هذه المعركة. المركز الثالث الواعية خليفة، هنالك الخيل يقدم لنا شعار. بينما سجة وآخر الأمتار، سجة في آخر الأمتار تحقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة بكل استحقاق. سلام يا مالك سجة، خالط زين جوهرها كبالينها، مالها في جميع الجيش كله نديد مثل شيهانة اللمة جناحينها. اطلب ان الحمام وفرق ان حديد. سلام يا العامري سلام. شكرا يا عامري، شكرا للمركز الثاني الشايبة سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث الواعية خليفة بن خميس بن خليفة الخيلي. المركز الخامس، المركز الرابع عزوة علي بن ناصر بن جابر القفراني. المركز الخامس وصلت خامسا أفعال، محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا حضرت سجة بهذا الأداء الكبير لمحمد بن هاشم بن راشد الخاطري، الخاطري محقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة وبكل انتصار. قطعت المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق 24 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن هاشل بن راشد بن حالول الخاطري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أما المركز الثاني الشايبة سالم بن عامر المدهوشي، قطعت المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق 25 ثانية 12 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصلت هنالك الواعية
خليفة بن خميس الخيلي، التوقيت الزمني 9:25:30 من الثانية. إذا تهانينا تهانينا لمالك سجى محمد بن هاشل بن راشد الخاطري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، والسيارة النقدية بقبضة الخاطري.